السلام عليكم أصدقائي. اليوم حبينا نسوي حلقة قصيرة عن الفروقات بين أسماك السكلت الأفريقي وأسماك السكلت الأمريكي، لأن الكثير من الأصدقاء يسألوني نقدر نخلي أسماك سكلت أفريقي ويا أسماك سكلت أمريكي بحوض واحد؟ طبعاً الجواب لا، لعدة أسباب. أولاً كيميائية الماء. كيميائية الماء تختلف اختلاف كلي بين السكلت الأفريقي والسكلت الأمريكي. نجي للرقم البيهج. البيهج نلاحظ ان اسماك السكلت الافريقي تحتاج بيهج عالي، اي مياه قلويه من 7.5 الى 8.2، وعندنا بعض اسماك الافريقي من بحيره تنجانيكا نلاحظ انه تحتاج مياه قلويه كثيره بحيث يوصل الرقم الهيدروجيني مالتها الى 8.3، بينما اسماك السكلت الافريقي الامريكي انه تحتاج مياه حامضيه 6.5 او 6.2، يعني اقل من رقم 7، مثل اسماك الديسكاس او سمكه الببغاء او سمكه الاوسكار وغيرها من بقيه الفصائل الاخرى ضمن السكلت الامريكي. نجي درجه الحراره، نلاحظ انه درجه الحراره اسماك السكلت الافريقي تحتاج درجة حرارة أقل مما تحتاجه أسماك السكلت الأمريكي. فلاحظ مثلا الأسماك الديسكاس درجة الحرارة مالته من 28 إلى 30، بينما السكلت الأفريقي من 26 إلى 27 إلى 28، يعني اختلاف جدا شاسع بدرجات الحرارة بين الفصيلتين. ثلاثة، الغذاء الرئيسي. نلاحظ أن الغذاء الرئيسي لأسماك السكلت الأفريقي بصورة عامة هي غذائها على الطحالب، غذائها الرئيسي على الطحالب، بينما أسماك السكلت الأمريكي غذائها الرئيسي يحتاج على البروتين العالي، لأن هاي أسماك شرسة، فبالطبيعة كانت تأكل الأسماك الصغيرة وتأكل العوالق، لذلك يحتاج غذائها يحتاج بروتين عالي. اضافه الى ذلك اسماك السكلت الافريقي يعني تبقى احجامها صغيره، يعني ما عدا بعض اسماك الهابس او بعض اسماك من بحيره التنجانيكا توصل الى 22 سنتيمتر فقط، ما تتعدى هذا الحجم، بينما اسماك السكلت الامريكي لا توصل احجامها حتى تعبر ال 30، تعبر ال 35، فانه ما يصير نجمع هاي السمكتين بحوض واحد. مثل ما قلنا اختلاف درجات الحرارة، اختلاف كيميائية الماء، اختلاف الغذاء، يعني السمكة تختلف في كل شيء. بعدين انه نلاحظ ان اسماك السكلت الافريقي الحمد لله والشكر تقدر تجمع انه كل الالوان بحوض واحد. فانه يا اخوان ليش المجازفة انه تخلي اوسكار وي سمكة ببغاء والاوسكار يكبر والسكلت الافريقي يبقى على حجمه، وبعدين ورا فترة ورا 6 أشهر 7 أشهر نلاحظ يصير عندنا مشاكل. وشكرا لكم اخواني.